طيب مولانا احنا معانا الاخت هبه من مصر. اخت هبه اتفضلي. اخت هبه سامعانا؟ ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بيك. اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسالك، انا اسمع ان تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم السلام. كان عندي طلق احدى زوجاته، فكانت عشان وبعد عشان ما يطلقهاش تنازلت عن يوم للسيده عائشه لانها تقريبا عايزه يصحح لي الشيخ يعني المعلومه كويس، وكمان في نفس الوقت عايزه اعرف هل دي قاعده لكل الازواج ان الزوجه لو مثلا ما بيحبهاش او في السن ده قاعده شرعيه لكل الناس انه ممكن يطلق زوجته علشان السبب ده، ويعني بيقسم لو حد بيعملها الايام دي مثلا ان هياخدها قاعده ليه، فهيعملها انه ما بيحبش الزوجه ديت مع انها ما قدمتش اي حاجه وحشه ما في دين او لخلق ولا حاجه، فيطلقها بسبب السبب ده، وهل يأثم لو كان حد بيعمل الموضوع ده يعني تمام. لانه مثلا ما كتب لها حقوق زي قايمه ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتتكتب، زوجته على اساس ان هو يعني ملتزم ويرضي ربنا فما كتبتش اي حقوق ليه يعني، فلو عمل حاجه كده انه ما بيحبهاش يأثم ولا لا يأثم؟ طيب خلاص، واضح واضح السؤال يا اخت هبه. مولانا مساله العلاقه الزوجيه بين الزوجين، هل يحق للزوجه او للزوج مثلا ان هو يقول والله احنا هنفضل متجوزين لكن مش هيبقى في علاقه يعني؟ لا، هي الاخت طبعا دخلت كام سؤال في قلب بعض، اي نعم. يعني قبل اخر ما تخلص بنص دقيقه كان في سؤال واحد، اي نعم. بعد كده خصص السؤال في حاله خاصه يعني اسف يعني بقت اوصاف معينه، يعني دخلت حكايه القايمه في ده موضوع ثاني خالص. اي نعم. في فرق بين الحقوق هي ان انا اتجوز واحده بلا قايمه وما لهاش حقوق واظلم، لا طبعا افترض واحده عشان ده سؤال لوحده. أينا. نبدا من حيث انتهى. نبدا من الاخر. الزوجه التي ولم يعين لها مهر معين او يحدد لها حقوق ماليه معينه، هل ده مبرر ان الزوج يطلقها بلا حقوق؟ لا طبعا. الفقهاء قالوا هنا لها مهر المثل، واحده اتجوزت من غير مهر، يشوف اللي زيها من وسطها الاجتماعي وفي سنها وفي طريقتها وفي وضعها الاجتماعي لما بتتجوز بتاخد قد ايه مهر، يبقى ليها المهر ده وبامتى، بيساوي كام النهارده؟ ده حتى لو هي تنازلت يا شيخ عصام؟ لا، اتنازلت بقصة تانية. اتنازلت خلاص، هي واحدة بتنازل حقيقة. يعني تراضي ده مسألة تانية. طيب قصة السيدة سودة بنت زمعة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي كبرت لأنها كانت أصلا أكبر منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد السيدة خديجة وهي أكبر منه. ثم لما يعني طعرت في السن أكثر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلقها خلاص، ولكن يدي يومها لمين؟ للسيدة عائشة. هي تريد ان تظل الى ان تلقى الله زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون معه في الجنة. هل ده ناخذها معيار على ان كل واحد النهارده لمراته شوف يا طلقك يا اتجوز عليك؟ ما ينفعش. لا يجوز شرعا. لا، يا تتنازلي لي عن حقوقك خلاص ونفضل كده ازواج، يا اما اتجوز عليك، برضه ما ينفعش. ولا ينفع هي تقول له لا عايز تتجوز تتجوز عليه طلق اللي هتتجوزه، او عايزني ارجع لك تطلق، برضه ما ينفعش. كل دي معاملات كلها داخله الدماغ والامزجه. اصل النبي ادى يعني انت يعني جايب معيار. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ده كانت حاله خاصه به، وحاله خاصه في انه لا يبدل واحده فيهم ولا يتجوز غيره. ليس له ان يطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبدل واحده مكان ثانيه، ولا هم بعد ما يموت امهات المؤمنين رضي الله عنهن يتزوجن بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. خلاص؟ ولا يحل لنا ان ننكح ازواجه من بعده كما قال القران كده. خلاص؟ لا يحل لنا. لا هو يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدل بهن ولا يطلق، ولا هن يتزوجن باحد من بعد. هات لي بقى احنا فين في نسائنا ان احنا الواحده لما نطلقها بتتجوز. حاول يعمل ده الملك فاروق والشيخ المراغي هزقه لما طلق زوجته الاولى نريمان واراد ان ما تتجوزش بعد، فالمراغي قال له لا هذا ليس الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب ورفض هذا الكلام. فده مش حق الحد. فاخواننا ما نجيش نقول في الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك واحد ما هو اتجوز اصغر من السيده عائشه، طب اتجوز اثنين في الاول اكبر منه.
السيده خديجه والسيده سوده، الاثنين اكبر منه وكل زوجاته ما فيش ولا واحده بك. فاخواننا ما نجيش في حاجات لها سياقها ونجيبها في سياق نحن. طب هل ده معناه ان والله خلاص احنا الناس بتقول ننفصل؟ والله اذا واحده موافقه عايزه مجرد تعيش ومش فارقه معاها الحياه الزوجيه مع هذا الزوج وعايزه تربي العيال وينفصل، هي حره دون ان يؤدي الى فتنتها في دينه او هو يؤدي فتنه في دينه للانحراف. اي نعم. لما لو قرارهم خلاص سيدنا عمر لما واحد قال له سيدنا عمر اريد ان اطلق زوجتي، قال له لا احبها ما بقتش احبها. قال وهل على البيوت الحب وحده وتبنى البيوت؟ البيوت ما تبنيش على الحب بس، بعد الحب في حاجه اسمها العشره والحياه والود. خلاص؟ فهنا ما بينفعش يا اخواننا دايما مثل هذه النماذج ان كل واحد قاعد ينقي من السنه النبويه الحالات الخاصه بينه ويجيبها على حد. اخذ بعض الفقهاء من هذا الموقف من السيده سوده جواز ان تتنازل ضره عن ليلتها لضرتي اذا تنازلت. انما انا ما اطلبش الا ده، شوف حضرتك يا طلقك يا تدي ايامك اللي انا هتجوز عليك وتوفي. ده نص الله روح للاهالي. ده منين ده؟ ده ينافي فطرة الإنسان وفطرة المرأة. أي نعم. اللي هي الأصل، هي فطرة من ذلك. شرع ربنا، لكن النفس البشرية كده. النفس البشرية طبيعتها كده، الزوجة والزوجة تلاقي دايما زوجة، خدمة الزوج غير واجبة. شكرا. يطلع لها ترقية والتعدد سنة. قاعدين احنا بقى كل واحد مسنطر الحتة اللي على مزاجه، يستطر الحتة اللي في الشريعة ويسنطر ويخوض على نفسه. الشرع مش كده يا جماعة. ما فيش بالأهواء. ده شرع. وده شرع وده شرع، كلهم بضوابطي، ما ننقش بمزاجنا وندي نماذج سيئه للتدين في كل المعاملات دي. نطلع الفيمينيست اللي دايما ناشز او نطلع الزوج اللي دايما نسوانجي بحجه التعدد. ده مش اسلوب الناس تعيش بيه في الحياه وتقول انا متدين. لا، التدين التزام ووقوف عند حرمات الله. سيدنا عمر الخطاب كان يفرق ويميز من تصرفه الشخصي والشرع. غيور جدا، وشوف الغيره الشديده عنده، مع ذلك لما واحده لقيت زوجتها في الطريق رايحه تصلي في الجامع. هتلاقي ما تخشين من عمر، خايفه منا ان يمنعك؟ قالت لا، بل يمنعه هو. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. عمر الغيور عند النص، خلاص سمعا وطاعه. انما مش بننقي من شرع ربنا، كل واحد ينقي النصوص اللي تجيبه واللي مش على مزاجه. لا، اصل ده رايي يعني. وبعدين؟ تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نبقى كبني اسرائيل؟ لا، هذا لا يليق بنا شرعا. اي نعم. جزاك الله خيرا شيخ اسلام.